جوري يولا، انت شو عم تساوي بالغرفة؟ ما فهمت، ليش عم تسألي؟ آخذة إجازة وإجيت لساعد أختي. ليش فيها شي كمان؟ إذا عن جد بدك تساعدي روحي ساعدي بالمطبخ. الخانم قالت إنه نسيت التاب هون، رح أطلب لك تاكسي لتودي ليا. معقول رح روح على المشغل؟ وهلا؟ طيب بس اصحك تضيعي او توقعي. اي طيب. مو هاد اللي بدي اياه بالضبط. بس هي النقشة عليها طلب كتير. عن جد عم تحكي؟ فيك تقلي كم نقطة فيه بالمتر؟ هلا بعدهم يا خانم. ما بدي اثناء الخياطة يضرب الخيط ولا نقطة منهم مشان ما ينضرب شكله. ونفس الشيء مع الازرار والسحابات، لا تنسوا. ايه؟ موفقين. توليف خانم بدها آخر دفعة قماش وصلت من إيطاليا عند فورا. بعد إذنك لو سمحتي. بسرعة بسرعة يلا. أنا كان بدي أقول لك إني بعدين بعدين. وين المتدربة تبعي؟ وين المتدرب؟ مو بقصدي، بعتذر. صار شي؟ مو مشكلة، لساتها عايشة. إيه منيح كثير، طمنتني، مو ناقصني مشاكل. تاني مرة ديري بالك منيح. يلا تعالي الحقيني. أنا ليش لألحقك ولوين؟ ليش؟ مو أنت المتدربة الجديدة؟ لا توليب خانم، هي أنا مو المتدربة. لما شفتك ضايعة ما عم تعرفي تمشي فكرتك المتدربة جديدة. حدا شاف لي المتدربة تبعي؟ يا جماعة حدا يبعث لي المتدربة. لو سمحت وين بيكون مكتب توليب خانم؟ بالله فوق. شكرا لك. العفو. يعطيك العافية. Thank you.
طالب خانم، أنا بعتذر منك كثير، كنت بس عم رتب المكتب شوي. كله حلو كثير عن جد، بياخذ العقل، ما قدرت امنع حالي، بترجاكي سامحيني. التابلت. التابلت. صار فيكي تمشي هلا. انتي عصبتي كثير مني ما هيك؟ عن جد ما كان، انا ما كان قصدي شيء ابدا، وكنت جوري. فهمنا، بكفي حكي، ارجعي على البيت. في فساتين بغرفتي لازم يروحوا على المصبغه، لا تنسيون. طبعا، وبعتذر يا خانو. العمى شو غبيه يا جوري، العمى ما اغباني. شو مو شايفه؟ جوري الغبيه، جوري الغبيه، انتي ما بتفكري؟ ادخل. نعم، شو بد؟ عمر، أنا أجيت مشان أخطفك. إذا هيك أنا جاهزة لتخطفني. جوري لا تزودي، يا روقي شوي، كمان انتي مكبرة القصة على الفاضي. خجلانة من حالي، قعدت على الكرسي تبعها، تمنيت لو الأرض تنشق وتبلعني، بس عن جد حسيت اني عم حقق شي من حلمي. بلشتي تحكي مثل الأولاد اللي بيحلموا يقعدوا على كرسي المدير. حسيت حالي كأني بنت عمرها 8 سنين وعم تشوف قدوتها قدام عيونها. طيب ماشي، أنا عم شوف الموضوع من زاوية تانية، يعني لو ما لقطتي ما كنت رح شوفك اليوم، ما هيك؟ من صالح اللي صار. امبارح اجيت لعندك وشفتك. شفتك كيف عم تشتغل، وكيف كمان عم تتعب، وكنت فخورة فيك. يعني سامحتيني؟ مجد، لو سمحت لبقى تعيدها، لا تعمل هالحركات هي، بترجاك. أنا ما عاد بدي هاي المشاكل تنعاد، لو سمحت. جوري، لا تحسسيني بأنه هاد عمر مهم عندك، ماشي؟ ما عاد بدي اياه يوصلك بسيارته، ماني طايقه لهذا الزلمه، تصرفاته معك بتجنني، بترجاكي. امبارح كانت اعصابي كثير تعبانه عمر، بعرف منيح انه الموضوع صغير وما له مستاهل نحكي فيه كمان. ايه طبعا.
شي اسبوعين مسافرة على ميلانو، عندي شغل وبغير جو كمان. شو رأيك تفضي حالك وتسافر معي؟ ما فيني توليب. الظاهر انك مالك متحمس، جاوبتني بلا ما تفكر. مو هيك القصة، بس عندي اكتر من عملية وفي شغل متراكم علي بالمستشفى. لوين حنروح؟ في مطعم فرنسي بعرفه حلو كتير، الجو رايق هنيك كتير وبالعادة ما بينعجب. اكيد رح يكون فاضي، دايما مجبورين انه نضل عم ندور ونفتش على مطارح لنتخبى فيها انا وياك، ما هيك؟ نحن على طول متفقين نحافظ على موضوع السرية على قد ما منقدر. بس بظن انه الاتفاق على هذا الموضوع ما كان من طرف واحد توليب. انت كمان معروفة. صورة جراح مشهور ومعه مصممة ازياء معروفة اكيد رح تنزع سمعته. صدقيني هالموضوع ما له علاقة بالسمع، انا بس بدي نحافظ على حريتنا. انت ما بدك نصير قصة على كل لسان، مزبوط؟ وانا ما بدي، بس البعد عن العيون ما له شي سهل علينا اتنيناتنا. مثلا هلا ما فينا نعمل اللي بدنا اياه، ما فينا نروح وين ما بدنا. برأيك هيك منكون اخدين راحتنا عمر؟